الساعة 10 وربع مشى حسن القاريب مش كده رحمه مشى صلى العشاء جانا عندي قال لي واش صليتي العشاء؟ قلت له لا باقي. قال لي علاش تصلي العشاء؟ نحن واقفين واقفين لك هنا بالباب راه ما نتحركوا شيء من هنا. دخلت يلاه فرشت الزربية باش نصلي لها العشاء. صليت الركعة الأولى الثانية سمعت هذاك الشيء الانفجار اللي وقع الانفجار. جاني غريب خرجت ما كملت الصلاة نط نجري مسلق صباطي خرجت نجري قلت انا هذه شي لا شوفري ديال الماء اللي تنعمر ديال الماء باش يعطي اللوطيل السخونية قلت هذه يمكن ربما خلاوها بلا ماء ودارت هذا الشيء. فرض وتفرض علينا باش نغادروا المكان لان كاين شي حاجه وقع في الدار البيضاء خطيره جدا. واحد الصديق ديالي قلت له هذا الشيء تحتاج منا نمشيو للخدمه. زيت تريكويا اللي كان فوق الكرسي لحتو على كتافي قلت له باللغه الفرنسيه اوبولو. تبنا الناس غدا في الاتجاه ديال اوتيل فرح. ملي مشينا اش غنشوفوا؟ طرح نفسه اش وقع في الدار البيضاء؟ ديك اللحظه اللي دار فيا حاجه في عينه بحالك جبت سيف لا حولية جاب لها بعدا ما توشانيش ضرب ديك الطوله ديال الطوموبيل. رجال الامن من شافوا السيف وقفوا من ديك الوقفه الوقت واش وقفوا هما بحال 11 من ديك 11 سمعت انا ديك الله اكبر. كنت مدعوا للعشاء عند عائلة مسلمة. اتصلت بمساعدتي وأخبرتني سيد بيرديغو هناك أمر خطير، هناك انفجار بمقر الرابطة اليهودية. قاطعتها ولكنك تقطنين بعيدا عن مقر الرابطة لترد علي أنها تتواجد ببيت حماتها وأضافت أن الحادث نجم ربما عن انفجار قنينة غاز. وقالت إن زوجها عندما انتقل إلى عين المكان للمعاينة قال لها وهو يصرخ بشدة إنه انفجار إنه اعتداء وهناك موتى والدماء تملأ المكان. قلت لها زوجك يهلوس هذا مستحيل والأكثر من ذلك إنها ليلة الجمعة ليلة الشباط ليلة السبت المقدس وهو يوم إجازة لا يوجد أحد لتؤكد لي قائلة سيد بيرديغو هناك اعتداء. هذا الحادث الفاجع فاجأ عموم الناس كما فاجأ قوى الأمن. لأن هذا الفعل الإجرامي لم يكن مسبوقا في تاريخ المغرب.
ففي حادث مماثل الأولوية تكون بتحديد هوية الضحايا. ولكن قبل ذلك تأتي عملية نجدة الجرحى. سكورير لي فيكتيم بليسي. ما عقلتش على راسي بهذيك كانت بهذيك اللحظة كانت إيجيكسيون تفزعت حتى حبسني على الحيط 8 مترو ولا 9 مترو تنطيح تهرست من هنايا كان مشى ليا هذا المشوار كله كان مشى ليا كله كان نزل ليا حتى لهنايا ما بقاش عندي لا مشوار ما عرفتش اش ضربني واش ضربتني طابله او تفصيل او هذوك لي با ديال الطايله ما بقيتش عاقل ما عرفتش ما حسيت حتى شي حاجه تهرست في لا جونب ديالي بعد ذلك تيدوزوا الكليان ولي سيرفور مساكن تيشوفوني كي اللي تتخلع كي اللي تشوف مناظر ما عمرني في حياتي ما كنت غادي نظن غادي نشوفها رجل مقطعين انسان خارج بعينيه على يديه هذيك اللحظه هذيك سمعنا البومبه الثانيه اللي كانت وقعت هذيك البومبه الثانيه تخلعنا قلنا راه واقيلا باقي لي بومب تمايا باش غادي نقطع من الشانطي حتى الشانطي الاخر ما قدرش لانني كنت مهرش من رجليا ما قدرش نوض وليت غادي تنحبوه غادي تنحبوه على يدي وعلى رجليا باش نقطع الشانطي كون كان داز شي طوموبيل اخرى كرة عاود ضرباتني ولا شي حاجه باش تلاحيت مشيت الجهه الاخرى باش جاو الناس مساكن الجيران وداك الشيء وعطونا الماناط وسيتو كانت عندي اينيموراجي البرد تنحسو بالرعده تنحسو بالخوف حتى نحسو باش واقع باقي سولو الشوك ما عارفين شنو هو هذا الشيء باقي ما عارفينش شكون هذا الشيء شنو هذا الشيء منين جا هذا الشيء باقي ما عرفناش هذاك الحدث شنو هو باقي لحد الساعه باقي ديك الساعه ما كنا مصدقين سمع الأذنين ديالي كيصفر داك الجهد ديالها هو اللي صمت لي الأذنين ديالي حيت انا كانت الأذنين ديالي باقي ما تصفر اكي صفر وما كنسمع انا شي 4 ايام ولا 5 ايام ما كنسمع والو من تلاحت انا 5 متر تلاحت باش تلاحت تلاح معايا داك الراس ديال واحد بالضلوع ديالو بالسلسول الرجلين عنده ما كاينينش خاويه على الضلوع والسلسول ديالو والراس ملي كنتفكر على داك الشيء ما كنقدرش باقي نهضر لان دي ال نفسي ملي وقفوا قدام الباب ديال الريستورا ما دوي يلا هذيك النوضه اللي بيت نوض قبل ما نهضر معاهم تا صح حتى تفرقعت حسيت راسي الدراري تفرقعوا واحد فيهم تشتت تاع بديت كنغيب شويه مع طلابيلونس غادي كان يعني اللسان ديالي بدا كيتقال باش لقيت واحد المكالمه هاتفيه من طرف المدير ديال المستشفى اللي هو بروفيسور الاندلسي قال لي باش التحق بالمستشفى ملي وصلت للسبيطار لقيت على انه كاين بزاف ديال الحركه ماشي معتاده كاين بزاف ديال لي زومبيلونس كاين بزاف ديال الجوقه ديال الناس اللي واقفين ولا سميتو لازم في هذاك الوقت باقي كنتسال اشنو واقع قرر كان انه نعطوا الخبر كانت عندنا نشرة في حدود الساعه 11 اعطينا خبر مازال معنا الصور اعطينا على شكل بلاطو وعلمنا اللحظه ان اربع انفجارات اجراميه وقعت مساء اليوم بمدينه الدار البيضاء وخلفت ضحايا سنعود لهذا الموضوع بتفصيل خلال نشرتنا القادمه الامور دازت بشكل يعني متسارع ومفاجئ لان احدث فجاتنا احنا كناس ديال الاعلام كما فجات الطبقه السياسيه وفجات البلاد كلها خصوصا يعني فيما يتعلق بالمهنه ديالنا هو كان واحد التعبئه
ديال الناس كلهم القناه يعني صحفيين اطر تقنيه سائقين اللي خدام جا اللي ما خدامش جا اللي كان يعني غير جار القناه جا ما بقيناش المهام انه ضروري هذا كاميرامان هذا لاسيستون كيز هو الكاميرا كيعاون كنذكر رئيس نشره هشام خليل يعني استعمل السياره ديالو الخاصه باش دا ليكيب مشاو صوروا هذا كانت واحد التعبئه اللي كانت استثنائيه.